المشاهدين أهلا بكم في حفلنا الفني الساهر والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي السادس، وذلك طبعا بتوجيه من سيادة المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص. أجل زيادة ألق هذا المهرجان ومن أجل زيادة تميزه. من جديد نرحب بضيوف المهرجان الكرام، ويسرنا أن نتوجه بالشكر للشركة المنظمة للحفل أوستار، شركة أفكار وهي إحدى شركات بيبلوس، ونشكر أيضا الرعاة الرسميين. أما الآن مشاهدينا وحضورنا الكريم، فنرحب بالفرقة الموسيقية، فرقة أوركسترا الطرب بقيادة الفنان ماجد سراي الدين. نجم سوريا، نجم العرب الذي نال لقب ستار اكاديمي بجدارة وباستحقاق، والأهم من ذلك كله هو أنه نال محبتكم أنتم الذين ترفعون النجم، أنتم الذين تمكنونه من وصول النجومية. ها هو الآن يسير هنا